صدق وثقة وأخذ بالأسباب. هذا التوكل. عندنا التوكل ثلاثة أقسام. الأول صرفه لغير الله شرك أكبر، اعتماد مطلق وتفويض جميع أموره إليه، واعتقاد أن بيده جلب المنافع دفع المضار، صرفه لغير الله شرك أكبر. الثاني اعتماد على حي مع نوع افتقار، اعتمد على حي لكن افتقار، يعتمد على السلطان. من أين لك المال؟ نفق. من ينفق على السلطان؟ قال قطع عنك النفق، قال أموت تشرد يضيع عن أولادي، هذا شرك أصغر. أو إذا قال هذا سبب والله سبحانه وتعالى هو الرزاق، صحيح. الثالث وكالة، ولا يصح أن تقول توكلت على فلان أبدا، ولا يصح أن تقول توكلت على الله ثم على فلان، لا يصح أيضا، بثم لا يصح. توكلت على الله فقط، عمل قلبي ما يصرف إلا لله. يصح أن تقول وكلت أي فوضت فلان، يعني أنا أعلى منه مرتبة، يصح. وكل النبي صلى الله عليه وسلم في شؤون العام والخاص، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، إن كنتم حقا أهل الإيمان توكلوا على الله لا على غيره.